على الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية إلى الرياض في القمة. وقبل الفلاش نيوز حكينا على ممكن مخرجات القمة الفرنكوفونية اللي صارت في بلادنا، اللقاءات الثنائية اللي جاءوا برشا زعماء من برشا دول اللي ما شفناهش. ما نعرفش إذا تحبت على سي محمد. لا هو ما منعوموش الحوتة، مش برشا زعماء، هو قلت قبل رئيس بوراندي، مع كل تقديري ومحبتي للشعب البوراندي، أما شنو العلاقات اللي بيننا وبين بوراندا؟ فما توانسة، فما استثمارات، شنو ثم؟ اللي لافت للنظر هو أنه جاء ترودو، جاء رئيس الحكومة الكندية، ما ريناش تصويرة بينه وبين رئيس الجمهورية. شو معناه؟ جاء الجربرة، التصوير هذيك معناه تبيحها أنت، وعنده شعبية يعني كبيرة في العالم، خلينا مش حتى كندا. يعني فما حاجة مسكوت عليها، أنه ترودو ما تقابلش معناها مع رئيس الجمهورية اللي هو مضيفه، تفهم اللي فما حاجة. والأغرب هو أنه رئيس الجمهورية يستقبل الوزير الأول متاع مقاطعة الكيباك ويوجه له الدعوة لزيارة تونس، وإن هذه الحقيقة حاجة مانيش فاهمها، علاش ما عادش فما احترام للجانب البروتوكولي؟ عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبي يجي لتونس بزيارة، حسب احنا بالغمة ما قالوش شكون اللي وجه له الدعوة، اما في صفحة فيسبوك حكومة الوحدة الليبية يقولوا انه بناء على دعوة رسمية جاته من رئيس الجمهورية. من وقتاش رئيس الدولة يوجه الدعوات لرئيس حكومة؟ ما عنده نظيرته، هي ندو السيدة بودن هي توجه له الدعوة. انت فاش قام رئيس الدولة هو يوجه له الدعوة؟ رئيس الجمهورية يوجه الدعوة للوزير الاول متاع مقاطعة الكيباك، ليه ندك؟ فما جانب بروتوكولي راهو لازم احترامه. وتو الحديث على السيادة وستبقى تونس قوية، والكلام سهل، أما الفعل في الممارسة، يعني تونس تتعامل مع مقاطعة الكيباك، طبعا الجماعة الأخرين مش يقولك الكيباك يعني أكبر من تونس وفات أما احنا علاقتنا مع الدول مش مع المقاطعات، يعني يولي ملا غدوة يعني يوجه الدعوة لحاكم كاليفورنيا. وراه ترودو راهو إلي تري كريتيك فيزافي لا ترانزيسيون ديموكراتيك في تونس، معناتها الخطاب نتاعو كان كاسح شويه وحتى المسار 25 جويلية ابدا رايه فيه، ومعناتها حلين بالبرلمان وكن كان واضح فيه، دعا الدوله التونسيه معناتها العوده للمؤسسات الديمقراطيه. دونك وين المشكل؟ هذا معناتها موقف ترودو. لا وين المشكل؟ عبد الفتاح السيسي في اول زياره له لفرنسا يعني في المؤتمر الصحفي هو وماكرون، اول سؤال توجه له على وضعيه الحريات وحق الانسان في مصر، وما حشمش هو يجاوب، قال له ما انا نقوم كل صباح نفكر عندي 100 مليون فم يلزم اطعامه ويلزم تامل له التعليم والشغل والنقل والصحه. انت معناها بصرف النظر اني موافق على اللي يعمل فيه ولا، انت مادام مقتنع بالمسار نتاعك وعندك قدره انك تدافع عليه، ايش بيه انه الناس تنقدك؟ هو راهو قمه الفرنكوفونيه، تو باش نكونوا واضحين، انا هوذني صحفي معناتها انا في جريده ناطقه باللغه الفرنسيه، تبعتها من داري، معناتها احنا بيدو لو سومي دو لا فرانكوفوني، فما ان بروبليم دو ريبريزونتاتيفيتي نتاع صحافيين حتى نتاع اللي ناطقين باللغه الفرنسيه، اللي ناطقين باللغه العربيه اكثر من ناطقين باللغه الفرنسيه. ما ولا ما مشيت؟ لا كما قال السي البيجي الله يرحمه ولا خطبونا نعطيناهم. على كل كملنا فقرتنا في تعليقها ودخلنا في الصحافه العالميه، باش نمشيو الفقره المواليه جيوبوليتيكوس، الفقره هذه اللي تعتني باهم الاخبار والملفات والدراسات اللي نلقاها في أكبر الصحافة الدولية ولا وكالات الأنباء العالمية. tout de suite جيوبوليتيكوس. جيوبوليتيكوس مع عبد العزيز حالي. المقال اليوم اللي نبداو به يهمنا برشا احنا كتوانسة، هو مقال كتبته فرانسواس كادري نتاع لاجونس فرانس بريس وعديته فرانس 24 في الموقع نتاعها. ألمانيا وجهت أحلام جديدة للمهاجرين الشرعيين من تونس. الارتيكل تريز انتريسون على جيل يقول اللي فما 5474 رخصة عمل عطاتهم ألمانيا للتوانسة بين شهر جانفي واكتوبر 2022 بالمقارنة بعام ناول 4462 و2558 عام 2020. هالهجرة تتفسر بانعدام الكوتا، ما فماش الكوتا بريسيز عند الألمان مفتوح اوبن بار، والاعتراف في السنوات الاخيره بالدبلومات الاجنبيه والمؤهلات قبل الباك، معناتها ما عادش طالبين حتى ميتريز ولا معناتها عندك انت في كاليفيكاسيون قبل الباك، سورتو في الخدمات ولا في الفندقيه ولا السياحيه ولا حاجه يقبلوا معناتها اون جرو.
هذا الخبر الاولاني. باه، وبالنسبه للخبر الثاني ذول يجينا من السودان. السودان بارح جنود ومعناتها العسكر ومدنيون يوقعون اتفاقيه لانهاء الازمه في السودان. والاتفاقيه ذي حضر فيها ممثل الامم المتحده فهمتني، وممثل عن السعوديه، وممثل عن الامارات، وممثل عن الاتحاد الافريقي فهمتني. وهذا خبر انا راه لي تريز امبورطون عشان نعرفوا الازمه الخانقه اللي صايره في السودان سورتو بعد الانقلاب العسكري فهمتني. والمشاكل الكبيره والتحرك الاسلاميين ديرنييرمون ضد الامم المتحده، دونك مشاكل كبيره 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 برشا. وين موجود هذا الارتيكل؟ هذا الارتيكل هبطته لا كروا وخذته ديبيش من عند لاجونس فرانس بريس. سوبر، نمشيو الى الملف الثالث او الموضوع الثالث، كيف ينتشر الاستبداد الرقمي في الشرق الاوسط؟ هذا وين جاي؟ هذه هبط في ميدل ايست اي، سيسم بلاتفورم موجوده في لندن تهتم بالشان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وارتيكل تريز امبورطون يسو باز على كتاب عملوا مارك اوين جونز اللي هو اسمه ديجيتال اوتوريتاريزم ان ذا ميدل ايست ديسبشن ديزانفورميشن اند سوشيال ميديا، اللي باش نترجموه الاستبداد الرقمي في الشرق الاوسط، الخداع والتضليل ووسائل التواصل الاجتماعي. ارتيكل مزيان برشا يفسر فيه بكدا كيفاش تخطوف في الفيسبوك في التويتر فما برشا تضليل، برشا فيك نيوز، الدول تعمل معناتها حكومات تعمل في مانيبيولاسيون على لي ريزو سوسيو كوسوسو وقت الانتخابات، الحملات الانتخابيه باش ياثروا معناتها ياثروا على الراي العام باش يضربوا المعارضه ولا باش معناتها الناس الحقوقيين معناتها ياثروا على معناتها على الخدمه نتاعهم. ارتيكل مزيان برشا فهمتني، ومعناتها ندعو معناتها الناس اللي يسمعوا فينا باش يقراوه على جال فيه بالتفصيل كيفاش تصير المانيبيولاسيون. هذا تو بعد شويه نحاولوا نحطوا لكم اليان زاد على الستريمينغ لايف، اللي يحب يقرا الارتيكل هذا تو يلقى اليان بعد شويه على الفيديو اللي موجوده على باج كاب اف ام. قبل ما نتعداو نحب ناخذ تعليق من عندك فيما يخص التضليل وغيره، اذا عندك متعلق على هذا، لانه عندي سؤال باش نربطوا سي محمد بتونس. شفنا انه ليزي زاد اللي هبطت معناتها قالت وانه فما تضليل وفما مانيبيولاسيون قاعده صايره في الحملات الانتخابيه من المعارضه وغيره. تفضل. اولا ليزي اللي هي الهيئه العليا المستقله حطها الكل بين ظفرين للانتخابات، اش ما دخلها هي؟ اش ما دخلها في التضليل؟ اش ما دخلها؟ هي وصيه على المترشحين. هو صحيح فما فيديوهات قاعده تدور فيهم اللي عامل يعني يعني فما ناس عامل كأنه هو مش مترشح وعامل فيديو كأنه مترشح، فما فيديوهات من انتخابات سابقه موجوده هذي. انت فاش قلقك؟ داخل في صلاحياتك؟ ليزي لا هي مسؤوله على المسار الانتخابي، مسؤوله تصبرت بروحها هي تقد خدمتها هي معناها يعني تهز الساق تغرق الاخرى، اش ما دخلها؟ الناس كلها ولات تفتي، كلها خايفة يعني من على على يعني على التوانسة اللي يتم تضليلهم. معناها الحقيقة فما لزوم ما لا يلزم، قد خدمتك أول حاجة، قد خدمتك وما تدخلش في أمور ما تهمكش. معناها مش نوليوش واللي صفاقس ماذا به يقول للسيد الرئيس يقص الفيسبوك واللي زي شو تحب يا سيدي، أنا عملت فيديو نعمل فيديو شيخ أني صورت روحي كأنني مترشح، يعني شوية معناها إيرونية شوية سخرية، وين الإشكال؟ تظهر يعني تصور ديما جو التآمر، يخلي الناس على الأقل إذا ما فما وين يتكلموا نجموا يعبروا على الفيسبوك، وين المشكل؟ حتى روح الدعابة والنكتة تحبوا تحرموا منها التوانسة. مش جديدة، نتفكروا أنا تبعنا كل الانتخابات ديما في الفترة هذه اللي نلقاو ناس تنبر. إي وين المشكل؟ تنبر مفهوم التنبير. أنت تتوقع مش تلقى عندك اللي مترشحين واحد كيما شارل دوغول؟ تو احنا رانا نسمع وشيخين عليهم الشعارات. احنا تو على أساس يعني هدرة عظيمة، احنا خمس الشعب التونسي أمي. هذاك المستوى نتاعنا، احنا نحشموا انه نعترفوا بالحقيقه، هذاك مستوانا اللي تراو فيه طبل وزكر واستعراض نتاع فروسيه واللي فوق الكرهبه معناه يحيي في الجماهير اللي مش موجوده، هذاكم احنا زكاوها 400 هذاك اللي طلع هذاك ترشح زكاوها 400، انا لو كان قدمت ترشحي ما نلمش 400 يزكيوني. هو الحقيقه فما شعارات موجودين في البعض، ما نقولوش الكل، فما ناس ممكن جديين في التعامل مع الحملات نتاعهم، فما حاجات ياسر تضحك معايا. انتوا تلقاهم في البرلمان هاو بيناتنا، هذوكم مش تلقاهم في لانه احنا محتاجين برلمان يضحك، احنا في وضعيتنا المضحكه ناقصين حاجه واحده هو انه يزيد زاد لنا برلمان يضحك، اما نخلصوا بالضبط هو انتخبوني تربحوني، معلش اذا مازال عندك مد مضيف. انا الراي اللي قاعدين نعيشوا فيه هذا كنا نتفرجوا فيه في المسلسلات والافلام المصريه،
كيفاش يوريونا الحملات الانتخابيه نتاع نواب الشعب في الربوع نتاع في الارياف في الارياف وفي الصعيد في الكل. هذا ما تلفيكسيون والتي ياسر مش قريبه للواقع والتي هي الواقع احنا في تونس، وهذا للاسف شويه هو الحقيقه مضمره مضمرين تونس سي محمد. تو مع هذه حقيقه شعار حق مع نصنع الربيع وندحر الصقيع. باش نعمل نجيو الشتاء والصقيع نقطعوه وندحروا هو هذه يلزمها معناها تجبد يعني لسان العرب. صفي نيتك سالف نيتك جميل. لا عجبني واحد قال لي اذا مانيش باش نحسن لكم وضعيتكم حسنوا لي انتم وضعيتكم. والله يا رجله جابها برجله من الاخر. والاخرى قالت انتخبوني تربحوني. اي بون ان شاء الله زينه بجاه مكه والمدينه. اه وصلت على رسول الله ونحن وقت تعرف يذكروني في السلوغون اللي في السوق نهار الجمعه فهمني في سوق نابع يا مدام سعاد فهمني تيك تاك فرصه لتعاد يا مدام سعاد وحكيت هذوك فهمني هو عارف يصرح وانا مبرح. يلا خلينا نتعدى للي بعده توت سويت نسكروا ساعه الجينجول نتاعنا في فقرتنا جيو بوليتيكوس وباش نمشيو لنوفي ولا جيو بوليتيكوس مع عبد العزيز حالي. يلا حسين محمد باش نتعداو للفقره اللي ديتو اللي معاك توت سويت بعد الجينجل. يا محمد يا ابو غلاف نوفي ولا نوفي ولا مع محمد ابو غلاف. ينجم رئيسنا يقرا الفاتحه على فرحات حشاد وكان يحب يقراها علينا احنا برشا منا احياء اموات، وينجم يتفقد حيوط المعهد الصادقي اللي بناه خير الدين باشا، ويتفقد حيوط القصبه ويرحم على اللي بناه وشيد، ويتفرج في التصاور ويدخلوه البيرو بورقيبة بين الأمة ومحرر المرأة اللي قرانا ودوانا وكسانا. هما عملوا تحفة معمارية واحنا عملنا سير قدامها وسكرناها بالبريارات والحجر. وياليتو سيد نسأل هك الجامع المسكر توا سنين جامع القصبة اللي تبناه عام 1235 موزار وزير الدين عنده عام وقال باش يتم التسريع في عمليات الترميم، جاب ربي باش يسرعوا ما لكن واخذين راحتهم تدفنونا غادي. قريب شي سهل ربي ولا الحاجة اللي تسكر في البلاد ارمي حجرتها واقرا عليها الفاتحة كيف وكيما اكروبوليوم قرطاج الكنيسة اللي تستغل فيها وزارة الشؤون هاني مسكرة، ومتحف باردو فوق العام تقول الدار اللي نزاد فيها تهتف له الجماهير كما هتفت للي قبله وللي قبل اللي قبله وللي جايين بعده، فيهم اللي هتف بعلو صوته تحيا فرنسا قدام ماكرون. كل شيء نجم يصير وعادي نورمال في بلادنا، الحياة تستمر. أمش عملنا في جرجيس والحقائق المدوية اللي استنوا فيها عائلات الضحايا موعدهم سيدنا في 18 نوفمبر وقال لهم صبرا هاو تعدى نص شهر فاش تحققوا في جريمة اغتيال كينيدي تنجموا تعملوا كل شيء باش تظهروا الأمور لباس وتعديوا حصص التعبير المباشر متاع برلمان 17، لكن ما تنجموش تسكرونا وضنينا تمنعونا نسمعوا الأخبار. أكثر خبر يتعاود عنا غير الزيادات طبعا هو إحباط محاولات الهجرة غير النظامية الحرقة آخرها نار لحد في المستير، وحدات الحرس البحري أنقذت 22 من الغرق من بينهم 3 أطفال أعمارهم أقل من 16 عام. إيش معناها؟ تقول أنت بعد ما البلاد فزعت على جيل رضيعة الأربع سنين اللي حرقت وحدها لإيطاليا من غير والديها باش يتوقف نزيف الحرقة؟ تقول أنت بعد اللي صار في جرجيس 18 غرق ونهار 21 سبتمبر وتدفن اللي تدفن في جبانة الغربة البلاد الكل باش تقف وقفة رجل واحد على كلمة واحدة دم ولادنا ماهوش رخيص؟ علاش ياكلهم الحوت ويموتوا غربة كيما عاشوا؟ شي ما تبدل عادي نورمال كل ليلة ثم شقف حارق البر الطليان. المهم يعطيوا بظهوراتهم للبلاد. عالصباح ما نحبش نمر لكم نهاركم عنا ما يكفي من الموجات السلبية، أما البوماضة 1292 تونسي حرقوا سنة لإيطاليا من بينهم 3430 قصر. عام السنة تحطمت كل الأرقام القياسية متاع الحرقة في الخمس سنين الأخرى. مش قلتوا 25 جويلية رجع الأمل؟ مش وعدتوا تعبروا بينا من ضفة لضفة؟
هم التوانسة قاعدين يعبروا حدهم لإيطاليا حارقين وما استناوكمش تنفذوا فيهم الوعد. مش قلتوا طلعنا علو شاهق في التاريخ؟ هم هاربين من الجغرافيا. هل اللي نحتاجوه هو مجرد تحقيق أمني في اللي صار في جرجيس؟ هل كل اللي يستناوه التوانسة أنكم تطلعوا عليهم وتقولوا لهم ثم عصابات متحرقة؟ ثم عصابات في البر وفي البحر، هو قبر لطف عليكم يتاجروا فيه في هالبلاد. أم اللي صار يستاهل أكثر من بحث أمني؟ ما فكرتوش تفهموا علاش التوانسة ما عادش حاملين بلادهم؟ علاش ما همش مصدقين وعودكم في إرجاع أموال الشعب والتوزيع العادل للثروة وخلق مواطن الشغل؟ حاولتوش تفهموا علاش